الصلاة والسلام على النبي الكريم، سيد الرئيس، سادة النواب المحترمون، سيدة النائبة المحترمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولاً أتمنى للجميع شهر رمضان مبارك علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية وعلى بلدنا. وأشكر جزيل الشكر النائبة المحترمة على السؤال، وأشكرها على طرح الإشكالات اللي تبين لها والله توصلها من المعلومات عن ما يجري في قطاع التعليم العالي، وهذا حق واجب للنواب، واجب علينا كاملين على أن نتعاطاو مع هذه المعطيات. أشكرها أيضا جزيل الشكر على النبرة واللهجة الراقية والديمقراطية اللي تحلات بها الخطاب، وهي أهلا لذلك. طبعا القطاع مهم، لان كيف ما قالت النائبه وكل حد يعرفه، التعليم والتهذيب هما حقيقه الرافعه الاساسيه للتنميه، هو المستقبل، هو بناء الاجيال. هذا ما متخالفين عليه اثنين، ولكن كل منظومه عندها متطلباتها وعندها إكرهاتها وعندها نظمها، ويا للأسف قبل أن يحكم على ما يجري اليوم أود أن نعطي صورة عن ما كان يجري قبل هذه العشرية اللي 2009 و 2018 اللي تحقق فيها كثير من الإنجازات في هذا القطاع، ما هو بدوري شخصيا ولكن دور النظام اللي بنى رئيس فخامة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز. هذه حقائق لا يمكن نرصدها، وتوفياك الناس كاملة تعود نعود نردوا على المشاكل الثانية المطروحة. أولا التعليم ثلاث مكونات، تهذيب ثلاث مكونات، المكونة الابتدائية، المكونة الثانوية، المكونة التعليم العالي، والتكوين المهني. هذا نموذج عالمي ناس كاملة تعرف. شنو كانت منظومتنا هون في موريتاني سابق 2009؟ كنا عندنا جامعة واحدة، كنا ما عندنا مدرسة مهندسين، وكنا عندنا اتحادية النقل تعوض لها الدولة 5000 عن كل طالب، تعطي عندي عنها 300 مليون سنويا. واتحادية النقل تنقل الطلاب بعشر رقيات مؤقت. هذا من ناحية الدعم. المنح خالقة، غير كل حد يعرف سياسة المنح، لأنها كانت تنقصها الشفافية، وهذا مجرب لأنه طالب كان، ومن الشريحة المهبشة في موريتانيا كما يقول البعض، ومن الناس اللي أهلوا معهم أغنياء واللي استفاد من منح في ذلك الزمن. المنح عندهم معيارين، لا إما الامتياز وإما المعايير الاجتماعية، هذا في كل العالم. وأنا ما بقدر أرد على الخطابات يعني الشعبوية على الناس كاملة تقرأ وكأن الخطاب غير ترجمته على الواقع. أي منظومة عندها معايير، ما في دولة ما عندها معايير. من عنده الحق، انا استفدت من الحق في منحه، ولكن واللي اليوم ما عنده الحق، لاني من الناس اللي الحمد لله عدت في طبقه قادر على انها تقري اولاده، واللي حالا في داكار ما عنده منحه، واللي اختي كان في ستات يعدل دكتوراه ما اجبر منحه. ومواراي في الامور على النبات كل حد يعرفه، على ان الين اشتكت لي خالته على انه فلان تقرأتك ما اجبر منحه، قلت له كان الله بقيه الا ضرب عنده الحق. يعني تحققت من معايير اجبار عنده فعلا 7 نقط، هي المعيار اللي يقراها يا غير مقصي به السنين، لانه عنده 28 سنه. اتصلوا بها قالوا لها سيدي ما هو مظلوم، سيدي عنده 7 نقط يا غير مقصي، لان عمره تخطى 28 سنه، لانه بقى 4 سنوات يعدل الباك. هذا ما يعني ما هو سر. اتصلت علي في المساء وتقول لي سيد الوزير انت ظلام ووزارتك ظلام. قلت لها لماذا؟ قالت لي ان خالك شي ما داروا في الملف. قلت لها شنو؟
قالت لي طفل خال الوزير، قلت له ذاك قطاع ثاني، ذاك من شد اخبار ثاني. معنى ان الاكراهات عيا تعود ضحيتها الوزير واولاد الوزير وعائله الوزير. المهم في المعايير قد تعود فيها نقاش، قد حد يقول هاي ما هي معايير قال تقلعها، قال المهم انها تعود مطبقه على الناس كامل. انا بعد اليوم اتحدى ولا تحدي لا طالب اي معلومه، يجيني طالب اشبر منحه بيعلن انه ابوه وزير، والله ابوه جنرال في الجيش، والله ابوه في البرلمان دوبيتا، والله كذا، والله مولي على انه ظلم على هذا السبب. المعايير ستناقش، يعني ما في دوله، في دول اللي تنفق هو الانفاق في التعليم. قال حد يعرف عنها بنيه عندها اساسها المالي؟ شنهي النسبه اللي تنفق موريتاني في التعليم بالنسبه لانفاقها العام؟ احنا كل حد يعرف نسبتنا اليوم بالنسبه للدول المقارنه معنا. شنهي اولويه التعليم العالي بالنسبه للقطاعات الاخرى من التهذيب؟ ما هو اولويه؟ لان عندنا 600 شاب صغير بين 5 سنوات و18 سنه يعني تبع تكون ياك تعود قادر على تعود مواطن. التعليم العالي نسبه ثانيه قليله. اذا الجهود الدوله على التعليم العالي على التهذيب العام، وقطعا منه ماشي في 60% من ميزانيه التهذيب ماشي، وهذا في كل دوله. تبقى 20% تمشي في التعليم العالي، تبقى 30% تمشي في التكوين المهني. هذه دي راسيو ماشي عليها الدول كامله. إذا هذه حقائق يعطيكم شو عليها. التعليم ما هو إلا المنح. تعليم تعليم قدرات. تعليم جودة. تعليم ملائمة بين ذا اللي تكونوا الشباب والسوق العمل. وهذا يطرح كثير من الإشكاليات. هل احنا اليوم أفصل احنا في ديزنجنيور ودكتور؟ هذا بعض اللاعب على العموميات. والله هل يارتنا نتأقلموا مع متطلبات سوقنا ومتطلبات التنمية؟ هذه الاشكاليات العموم. اليوم تحسن اللي قالوا لاكسي وفورماسيون. اليوم البلد فيه جامعتين، لي 10 سنوات فيه لها جامعه واحده. من ناحيه البنيه التحتيه الانجازات اللي عدلوا فيها كل حد راعي فيهم. المعاهد كامله ونقدر نعطي تواريخهم معدل العاقبة 2009 يسوى معهد ريس كاو، يسوى معهد مملعات كان خارج سابق ومعهد صغير في نقل الجامعه. طور بعد عاد اليوم معهد مستقل وعنده ادارته وعنده مجلس ادارته مستقل. يسوى اللي قدنا نتكلم عليهم بتوضيح كلهم اي سنه. مدارس المهندسين 2011 موريتانيا ما عندها مدرسه مهندسين وعدلوا ثلاثه. جابوا مرحله وخلقهم فم تعزيز وترشيد للموارد، لان ما عندنا من 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 القدرات والله من 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 كلفه الطلاب اللي برر ان نعود عندنا 3 مدارس مهندسين وحنا نقدر نعدل مدرسه واحده نجمعهم فيهم، وهذا هو اللي يعدل خلق التدريس. واليوم هذا المرفق من التعليم العالي نجاحه ما هو شيء يذكر حقائق. هل سيمات لو جبر بورس هو القضيه؟ ما هيك حد يجبر بورس كان يجلس خارج؟ احنا هدف ذا النظام على انه يبني منظومه تعليم عالي وطنيه، ما تقعد تلميذ يجلس خارج؟ عندنا جامعاتنا وعندنا كلياتنا وعندنا مهندسين. ماشي لا للتخصص والله الشيء ضروري، والله حد ماشي على حسابه، ذاك هم اللي حريات خارقه. يا غير كل دوله تروز تبني منظومتها، والدول الكامله اللي استقلت معانا كانت تمشي طلابها الروس والالمان والفرنس والامريك، اليوم كامله ما تمشي. المغرب ما تمشي تلاميذ الخارج لانه عنده بنى منظومه وطنيه. تونس بنى منظومه وطنيه، الجزائر بنى منظومه وطنيه. متى احنا لا نبنوا منظومه الوطنيه؟ لابد ان نبدو، وبدا فخامه راس الجمهوريه فهمها، لانها اولا نزيف في مخزوننا من العمله الصعبه، نزيف في قدراتنا. احنا مشينا واحدين اشترى المان وامريك وفرنسا وتكونوا، يرجعوا منين لا يشتغلوا؟ الى ما جبروا جامعات وجبروا مؤسسات. اذا لابد من نفهم اولا على الخروج للخارج ما هو هدف حد ذاته. اهل سيمات لا يجبروا بورس، طبعا اهل سيمات يجبروا بورس. لماذا؟ اهل سيمات تترشح منهم 3000 مترشح، ينشحوا منها 1000 تقريبا 1200 ذي السنه. 1100 وشي. انفتحوا اقسام تمهيديه للمدارس المهندسين، هي سي هي بلا بركه، هي ما ندور لنا سي، هي ندور لنا نوجهوا طلابنا للتعليم العلمي والتكنولوجيا والابتكار. هذا هدف اليوم افريقي وهدف عالمي. الاهداف اعلن متطلبات الاقتصاد ومتطلبات التنميه المستدامه
تطلب على نعود عندنا 70% من طلابنا في الحقل العلمي والتكنولوجي، لأنه هو فيه رافع التنمية، على حساب طبعا الشعب الإدارية والأدبية والكذا، يعني تنتقص إلى اليوم في إفريقيا، وهذه من شواهد الدول النامية، على 70% من طلابها في الآداب وفي القانون وفي الإدارة. منين هو الإنتاج؟ لا استيزاء استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار الإفريقية 2060 تنص على ان يدخل توجهات لينسكو. احنا عندنا طموحات على ان التلاميذ نوجههم للتعليم. تطرحون اشكاليه، هل باك دي علمي ولا مو علمي؟ حق باك دي علمي يا غير انقسم العلمي تو، على اليوم ما يقدر يعدل المهندس. اذا فهم اشكاليات في طبيعه البكالوريا. البكالوريا دي في موريتانيا تشحن منها 6000، هذه 6000 منين قدرات استيعابها؟ عندي 180 مقعد في كليه الطب، 180 مقعد، عندي 45 مقعد للطب في الخارج، 15 في المغرب، 15 في تونس، 15 في السنغال، هذه 200، وهذه 6000 ثانية من الجهة المسؤولة. يعني ما يقول حد يقول أنا لا يسجل تلاميذ كاملين جابوا البكر، تسجلهم منين؟ تقرهم في منين؟ منين هم الأساتذة؟ منين الأقسام؟ منين كذا؟ منين كذا؟ معناها هذه إشكاليات تتطلب خبرة، تتطلب هندسة تنمية، من دون الجدل، ما لنا في الجدل السياسي، احنا في الواقعية. إذا أهل سي كانوا يقيسوا الخارج، نتكلم عن المتفوقين ما نتكلم عن الناس اللي تحت ذاك، متفوقين. كان عندنا 14 مقعد في المغرب في الأقسام التمهيدية، 14. يعني احنا عندنا اتفاقية مع المغرب، عندي 300 مقعد تعليم عالي، في 14 اللي كلاس بريبار. عندي 12 في تونس، هاي 26. اليوم فتحنا مدارس مهندس أقسام تحضيرية في نواكشوط، ندخل فيها 120. أنا محددني تم مشي 26 ننفق عليهم العملة الصعبة. مدري كان ما هون علي نجيب 7 اساتذه مبرزين من تونس، راهم يقروا لي هون من سنتين، وقروا لي 180 120 100، عندي قدره 180 ما نحصل فيها ما هو على 120. هذه 20 يوم متفوقه بها اليوم، تكوينها كل حد يشهد به يدخلوا به اعلى واكبر مدارس في العالم، اكبر مدرسه. هذا اليوم الناس كامله تشهد به على مدارسنا التمهيديه، شهدت نجاح ما هو عند الدول اللي لها 10 سنين تعددت. السنة الماضية ترشحنا لكل بوليتكنيك، جاءت فوقنا دولة لبنان وترشح لبنان، عندها 11 تلميذ ناجح، جينا احنا في المرتبة الثانية 7. هذه السنة 2019 جينا احنا هم الفوقانيين، عندنا 11 ناجح، لبنان 10، الكاميرون 7، كوت ديفوار الكاميرون 10، كوت ديفوار 7. في نقلة نوعية، اهل سيل اللي منهم متفوق نقلته نوعيه، يعدل الاقسام التحضيريه هون ويعدل مدرسه مكون المهندسين هون، لانها جبنا لهم الاساتذه من الخارج، ما 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 قبضناهم لكن عدلهم تكوين هكذا. معناها عن هذا نقله نوعيه حد يشهد بها، قال يا ريت تعدل في المجالات كامله الين عدوا ما تنمشوا طلاب من الخارج. لا واحد يقعد يعدل مدرسه ويدير عليها كتاب ويتم ينجح التلاميذ ويقول لهم عندكم ويقسم عليهم شهادات، لا احنا ما متربين الا نديروا على المحك، محك التفتيش ومحك الاختبار الامتحانات الدوليه، شاركنا فيها طلابنا ما تخرجوا ويعرفوا عنهم كاملين في ظروف احسن الظروف اللي موجوده، مسكنين عندهم منحه، مسكنين بانسيون كومبليت عندهم منحه، مهذبين ويتخرجوا يدخلوا في كبار مدرسه، والله يدخلوا في المدرسه المحليه. اذا هذا راه اللي بنونه موجود اليوم، يتكلموا عليه الدول اللي احنا نتكلموا على تجربتنا، والدول الافريقيه تتكلم على تجربتنا وتطلبنا بان نستقبل طلابها طلابهم في المدرسه. هذا ذا المجال. المنح لماذا ما اهل سي ما يمشوا؟ لاني نود لهم انا ندور 180 نجبر لها 120، انا خاصني اني كان دور واحد يعود عنده معدل 12، ما في هذا ما في سياسه ولا في تبتيب. الاقسام التحضيريه والتميز يتطلب مستوى به اللي في حياته، ولا ندخلوا الاقسام يريدوا بلي يرسم هذا الشيء فايته. معناها عن الناس المتميزه اليوم احنا ناقصين منها نجبروا منها 120، اذا ما يقد حد يشوف علينا. حد الصام يعدل السي غير يقول عنه لابد يعدل مدرسين، اذا قاعد يجلس في عدل السي، انا مدرسين مولي مال لو درسي، عندي 6000 جابر باك من الدي، 400 من المتوفقين ماني لاهي نبدل معاه. معناها عييت نسمع كلام اهل سي ما عادوا ينقصوا بهم اللي ما يقيسوا مدرسين ولا يقيسوا الخارج، الخارج هو المودف مدرسين، حد يبقى عدل عدل دي يجي متفوق يقدر يدخل مدرسين. يعني اللي فهم هذا هو اللي يحسن. اذا راه اللي بنا سعة الاستيعاب منظومتنا التعليمية زادت حتى من ناحية قدرتها على الاستيعابية. حق يخلق خلل،
حنا لنا خمس عمان تنشحنا 5300 5600 نقولوا كاع السنه 4900. السنه الماضيه انا شد لنا 11000. هذا الاتحاد يعود متهيألو تهيألو من ناحيه الاقسام. يعني هذه اشكاليه على انهم قطاعين، واحد منهم هو اللي نظم لبات من دون فهم على نفهم متطلبات كذا. اذا ما هو معنى على ان الطلاب ما عندهم الحق في القرايه والله ما عندهم كذا، لا، الناس كامله عندها حق في القرايه والناس كامله عندها، يا غير القرايه ما فيها تشبتين ولا فيها مال العاطفيه، ما فيها وحدين بين اللي فقراء وبين اللي حراطين وبين الجايين نادوابه وشي كذا. هذا ما هو يعني ما هو اللي لا يمرقنا من مازق عدم المساواه بين في الشرائح. لا، لا تعدل السياسات الخاصه به وتعدل سياسات خاصه به، وانا داعم فيها ومساندها ولا نقدر نتهم من ما نعود فيها. يا غير ما على حساب جوده التعليم بصفه عامه، ما يقدر اجي قال له انت لا ينجحوك بك اللي حرطاني، انت لا تدخل كل الطب بك اللي حرطاني، انت لا تنجح بك اللي حرطاني، لا، وانا قاعد حراطين ما مقابلينهم، حراطين ما مجملين شي بحد، ظاهر منهم مشتقلين، وظاهر منهم شقاله، وظاهر منهم قدره ناتجه، وظاهر قد حد عد السياسه اجتماعيه موجهه للطبقات ما استقلها سياسيا كذا. حراطين كانوا لاهون وكانوا معدل السياسات من دونهم ومعدل البورس يقسم من دونهم، هذا اللي 20 سنه 30 سنه، وكنت انا من ضحاياها. انا كنت من الناس المتفوقين جبار بورس فك، الين جبرت متريز انقطعت برحتي. انقطعت كليتها. ونعرف الوزير انا ذاك من هو، نعرف مدير التعليم انا ذاك من هو، نعرف رئيس مصلحه التعليم. ما عايرشني لا لاني تو نقدر نعود ما عندي حد يدير لي ليد ولا عندي حد كذا. يعني هذه امور ما يعرف حد يرجع عليها لانها عنصريه ولا على انه كذا، حد ما يعرفني كذا. كان بعد يا ريت نعودوا فينا الموضوعيه، نعرفوا على ان نبتعدوا عن العاطفيه في السياسات، السياسات ما تعرف بعضها. احنا كلنا مواطنين وكلنا وطني ويبقي بين وطنه، ولا يا ريت يخون على الخيارات، حق الخيارات نقدروا نختلفوا فيها. الخيارات ان شاء الله تعقب تجي حكومه اخرى وتعود يعود ذاك اللي يبقى عدل سياسته وظاهر منها منتجه يعدلها، يقدر يفتح الباك قاع تنجح الناس كامله ويتم يعطي ليسانس من اللي كضوا. لا نقول لكم جي التعليم العالي بدانا نعدلوا وثيقه على الاحصائيات، احصائيات التعليم العالي موجوده اليوم تصدر لها 3 سنوات، بداناها 2015 2016 تصدر اليوم بالعربيه وبالفرنسيه وبالانجليزيه، وفيها المعطيات كامله على التعليم العالي وفيها التحسن كذا. من الفوارق منها ان جبرنا تلاميذ تخرجين حاجه اللي دراسه عدلناها على خريجين 2015 2014 15 2050 طالب، ندرسوا توزيعهم كلهم كم فوت في الجامعه. ليسانس لا ليسانس، خمس مؤسسات يعدلوا ليسانس. نجبر اللي عدل 3 سنوات جيد، هذا هو اللي طبيعي، اللي عدل 4 سنوات طبيعي، رصب سنه قطعنا رصب سنه تاعي، في اللي عدل 5 سنوات عادي ما يعتبرش مشاكل. قال 6 سنوات عود ما هي عادية. 7 سنوات غير عادية. 8 سنوات هذه عاد فوضى. 10 سنوات هذا ما تنقال جامعة. 10 سنوات لا. 16 سنة لا. 18 سنة سيد النائب. 18 سنة. هذا ما هو تعليم عالي. هذه فوضى، وهذا راهني مني كنت من الوزراء الوحيدين اللي هو حد ما شخص قطاعه وشاف المشاكل فيه ولا رتب على انه يسترها ولا كذا، غير يعالجها ويفتقها ومتحمل فيها مسؤوليتي. هون اساتذه جامعيين كلهم ويصنتوا لي، هذا هو الواقع. ذاك النهار عيطت الرئيس الجامعه الرئيسين الاثنين، سولت معنا هي اشكاليه شنو موجب؟ ما فيها العالم به. لهذا لان الترتيبات الاداريه مع عندنا فوضى، معنا عن فم واحد هو اللي سجل وواحد سكرتير قاع ما عنده علاقه بالتعليم ولا كذا، ويسجل اللي يبقي. يسجل الموظفين ويسجل اللي في المرصه ويسجل ولا بقى يعدل الامتحان العام، ما هي مشكله ما عدلها يفوت عمان يرجع يعدل الامتحان. هذا بعد هو سبب ثاني، حق واحد اثنين يا غير. هذه الزقبه اللي على الشراب تضيعوا، هذه الذبابه اللي على الطعام تضيعوا، هذا اي دوله سمعت عن يفوت واحد منا 18 سنه ياك حصل ليسانس لا تشك في اعترافه بشهاداتنا. احنا عندنا نظم يا نحترم بها بين الدول، بينها تتبادل وبينها تعارف في منهجات. يعني النظام الدولي اللي اعترف شهادات يعترف منهجية، الين تقول لي انا دكتور يخرسوا انك دكتوراه قعدت 3 سنوات، ما في دوله في العالم تعترف به. باللي ما تعرف تو الدكتور 3 سنوات تقعد تعود موت ثاني تعترف به 3 سنوات. انا جبرت الواقيش عندهم ليسانس جابرني على سنتين. ليسانس على سنتين. لا تقول لي اذا ما يصح، وي صح باك. باللي سجل في مدرسه حره ديك الساعه جامعه حره ما عنده الباك. ونجح سنه الاولى، السنه الثانيه عاد ترازي ماني علي الباك جبر باك
جبر باك عاقب ما دخل الجامعه، لان الجامعه قبلته ما عنده قعبك. هذه معي جامعه، هذا مؤخر بالعالم. والله تقدرون احنا عندنا منظومه مختلفه من العالم، نبقى انتم ماشيين عليها هذيك الشيء. معنا عن التعليم الطالب سلاحات، وسلاحات بناء على هدف التعليم العالي بسبعة. ما احنا ما نختار شيء، هذا خارج في الصين وفي امريكا وفي الروس وفي المان وفي السنغال وفي كل دوله. منظومه التعليم منظم اليوم، عنده مرجعيات، عنده نموذج، عنده سياسات مطبقه في العالم، عنده اهداف، والاهداف امتلكم ذا اهداف تحدد على ان احنا تنميتنا يعطينا نوصلوا اكثر الناس في التكوين التقنيين لذي سنوات اكثر من الدكاتره واكثر كذا. خارج من الدول لا، اللي لود الدكاتره لانه معتمد على البحث العلمي، لانه هو انتاجه. احنا كوريا الشمال الجنوبيه ما نقدر عصياني، كوريا الجنوبيه اعتمادها واقتصادها على البحث العلمي والابتكار والتطور. احنا في هذه المرحله، اذا هم يدوروا تلاميذهم كاملين يعودوا 90% منهم دكاتره وباحثين، احنا نو، احنا 90% دورة تعود تقنيين في الزراعه وفي الميكانيك وفي الالكتريسيتي وفي عدل سكانر ويعدل يتابع الشانتي. هذا هو القطاعات اليوم في 90% من الاعمال اللي فيها جانب، لان ما عندنا خبراء في تقنيين يتابعوا لنا مشروع، لا متابعه مشروع. خسر عني كليماتيزال بدنا نجيبوا اجنبي، خسر عني سكالار بدنا نجيبوا اجنبي. هذا يتطلب باك بليس 3 باك بليس 2. اذا هذه هي سياسه التعليم وسياسه الحكومه وموجهتها فيه. هذا التحسن ما يخلق يكون الا خلق تحسن في البيلوتاج، في التحكم، في الحكامه الاداريه والحكامه الاكاديميه. اذا انتم عندكم جامعه وفوت حد فيها 18 سنه ياك حصل ليسانس، من المسؤول؟ من درا كانوا الطالب؟ ولا من درا كانوا العميد؟ من درا كانوا الرئيس؟ ولا من درا كانوا المنظومه الاداريه والاكاديميه اللي ما هي قاع مراقبه شيء؟ يا قريتنا خرصوا لكم اللي بنيت شيء. ذيك انا متحمل في مسؤوليتي، انا استاذ من اضعاف الاساتذه، وده ما قرطه ما قد شميت لها ريحه. ترشحت ثلاث مرات ضد رئيس قسم في الفيزياء اللي ما نخل، لانها كانت مبنيه على تفاهمات. خلينا نعود صارحين سيده النائبه اسمحي لي، تفاهمات قبليه ولوبيات في الجامعات، ذاك الحد يعرفه. وانا وزير جاتني جماعه من اهلي استقبلته، مرحبا بك، ياك لباس، ياك خير، كيف حالكم، ياك بلاقايا، حالنا بلاقايا، لا عندنا طفيل قريبنا العام الجاي لا يترشح العميد وندورك تعاونوا. قلت لهم شو دعوا ان شاء الله وما نعاون بالعام الجاي ما نخ بالانتخابات، وعدلته عميد الجامعه والله كذا، يعني نعودوا يدخلوا السيدات والعليات واصهار وابكار والقبيله، ياك تعود عميد جامعه ولا كذا، هذا ما يحتاج جامعه. وهذا موقفي، هذا موقفي. قلت له تحدهم ضاده الديمقراطيه، قلت تعود صالحه في امريكا، تعود صالحه في فرنسا، احنا بعد ما بعد صالحه عنا، لان بنيتنا الاجتماعيه وتاثيرنا الاجتماعي مازال يتدخل في اداراتنا. وهي ديمقراطية، أنا نختار فائدته. كانوا الأساتذة قيبوا ست أشهر، ثمان أشهر ما يقروا. تلفنوا عليا أباء تلاميذ يقولوا لي احنا يا أخوي مفكرنا، التلاميذ يطلعوا الثامنة التاسعة رجعوا يقولوا الأستاذ ما طلع. عام عقب ذاك تلفن عليا راجل كبير من أهل المساجد، عارفه المسجد. قال له التلميذ يقول عبد الله. السيد الوزير قال لي راني مهنك، راني لاحظت من التلاميذ ما تلاوا يرجعوا. لماذا؟ لأن نقبضوا دي ميزير. نقبضوا دي ميزير، أستاذ اليوم تغيب الساعة. نقطعوها له نهار من خلاصه. العام الماضي 2018 انا كوبي 11 سالار من لي سسبوندي. اليوم حد يقيس الجامعه لاش بار الاساتذه كاملين. 90% من الاساتذه زين عنده، لماذا؟ لانهم كانوا يشتغلوا مجتهدين، وشوفوا ذوك الناس اللي ما تشتغل جابرين نفس النتيجه، اليوم ذا ما تخالف. في بيانات على ذوك منهم الغايبين راهم يشتغلوا في الخارج لهم خمس سنوات 10 سنوات. يا غير هم محسوبين على التعليم العالي ومحسوبين عندهم فيش بجتاع. يقعدوا كاع ما يخلصوا، فيهم واحدين يخلصوا كانوا، فيهم واحدين ما يخلصوا، فيهم واحد بعد كان في فرنسا وكان عنده قريب يعدل عنه في بلو السوايع. اذا هو خلاصه ماشي. وفيهم الصلي يعلق خلاصه يا قريب، قال قلنا ينفش بجتا، ما هو صيب لنا البلاصه، هو 20 عام راهو يشتغل في الامارات ولا في قطر ولا في السعوديه ولا في فرنسا، اذا ما هو مقبول. هذا عدلوا في اصلاحات. وعدلوا في اصلاحات على زياده السوايع لا شارج اورير دي زونسينيان، مشينا من ست سوايع لثمان سوايع. يا غير انا ماني رابح منها شيء، رابح منها من نحسنوا من تواجد الاساتذه ومن جوده تعليمنا، لان حق فرنسا يقعد عدد السواء يا غير الاسبوع يا غير 36 ساعه الثانيه من الاسبوع يفوتوها في مكان خابرهم يعدلوا البحث ويأطروا ويكونوا. احنا البحث ما هو عندنا، ولا عندنا فيه نقص، اذا نعوضوه بذيك السوايع. وهذا خلق عليه جدل كبير يا غير توجه لا من اجل الاصلاح، وهذه الاصلاحات حقيقيه. نعرف عنك سيدنا نبي ما تعرفها وراني مخبرك بها، بانها اصلاحات عدلناها. العميد والرئيس ما هو الى عاد جاي بطرق
انتخابيه على تعود زينه. انا من الناس اللي ناظر المجلس الديمقراطي في البلد وزين عندي يتحسن به. يا غير نعود العميد محتسب انه ما قادينه في رئيس الجامعه بي اللي هو منتخب وعنده ماموريه، ويعود رئيس الجامعه منتخب محتسب انه ما عنده علاقه بالوزير، هذه اي منظومه تنجح بهذه الطريقه. هذه اشكاليات مطروحه ولا هي مطروحه انه حدها. الدول المغاربيه اللي عدت تراجعت عنها.